السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع طلبة وطلبات الصف السادس لابتدائي اللغات. معكم مستطاع طلغتي من قناة ذكر لحساب ماس. النهاردة هناخد lesson number 3 اللي هو بيتكلم عن ratio among two numbers. هنا بيقول في section 1، ركزوا عشان هو الدرس سهل وبسيط قوي. If the sum of two numbers is 105 and the ratios between them is 2 to 3، then the biggest one is. في الحالة ديت لازم نخلي بالنا شوية. If the sum of two numbers is 105 and the ratio، هو ده اللي يهمني من أول كلمة الراتيوز. ratio between them، between mean the two numbers. فعلشان كده يا ولاد أنا هقول له هنا first number two second number. ال first number two is second. و ratio كام؟ 2 to 3. 2 to 3. طيب قال لي هنا sum، أول ما يجي يقول لك sum أقول هنا two sum. والsum هنا يعني plus. sum هنا يعني plus addition، يعني 2 plus 3 equals 5. وتحت ال 5 أقوم كاتب هنا 105. يعني بيقول لي إن مجموع ال 2 numbers دلوقتي تديني 105. فال 105 ديت مش هتتحط تحت ال 2 ولا حتى تحت ال 3، يتحط تحت السم. قال لي هنا زين ذا بيجست وان، انا عايز النمبر اللي هو البيجست اللي هو يكون مين، 2 ولا 3؟ هيكون ده سكند. فعلشان كده اقول له البيجست ده اقول له فراكشنز او هنجيب دولت ديفايد بعض، نعملهم ديفايد. 105 ديفايد ال 5، ببدا البيجر اوفر سمولر، الجريتر اوفر سمولر، الكبير على الصغير، ما تجيبش الصغير على الكبير، اوعى اوعى اوعى. تايمز البيجست اللي هو الايه 3، وتطلع الريزلت ده يديني هنا 21 تايمز 3 هيبقى 63، يبقى هيكون 63 ده البيجست. طب تمام، هنا قال لي اف اي تو بي 5 تو 3 اند اي ماينس بي ايكوالز 8 زين اي بلس بي. حس انها صعبه شويه صح؟ طب تعالى كده، اي تو بي 5 2 3 5 2 3. قال لي هنا A difference P أو minus، عشان كده أقوله هنا two difference، لأن دي difference والdifference يعني minus، والdifference يعني minus، تبقى 5 minus 3 equals 2، وتحت 2 أقوم كاتب ال values ديت اللي هي 8، وهطلع number E اللي هي اعمل دول. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك الدروس الجديدة اول باول، وكمان لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل له لايك. ديفايد فوق بعض كده، يبقى 8 ديفايد 2 تايمز الاي اللي هو 5، والبي برضه نفس الشيء، اعمل دول ديفايد بعض، 8 ديفايد 2 باور او باي البي اللي هي ب 3، اللي هي ب 3. هنا يديني 4، 8 اوفر 2 او 8 ديفايد 2 يديني 4 تايمز 5 يديني 20. 8 ديفايد 2 يديني 4، 4 تايمز 3 يديني 12، يديني 12. يبقى ال A ب 20 وال B ب 12. قال لي هنا انا عايز A بلس B، A بلس B اللي هو 20 بلس 12 هيديني 32. يبقى هنا يا اولاد الفكره كلها ان انا عملت الريشوز هنا A to B 5 to 3. قال لي هنا A ماينس ال B، A ماينس ال B عملت هنا difference، difference والديفرنس يعني ماينس، بقت 2 تحت ال 2 قام كاتب هنا الايه؟ ال 8 اللي هو الفاليو اللي هو كاتبها لي. طيب هنا بيقول لي in the simplest form the ratios between perimeter of the square and the perimeter of triangle. وخلي بالك هنا بدأ بالسكوير، اكتب هنا كده سكوير تو تراينجل. البرميتر بتاع السكوير كانت ايكوالز الايه؟ سايد لينث تايمز 4. سايد لينث تايمز 4 اللي هو ده، يبقى 5.5 تايمز 4، 5.5 تايمز 4 يبقى 20. هنا برضه 20 22، والبوينت هنا بعد 1 اتحط يبقى هيبقى 22. البوينت افتر 1 ديجيت، البوينت ديت حطيتها بعد 1 ديجيت، يبقى الريميندر عندي هيكون 22. اما تراينجل هنا 3 وهنا 3 وهنا 5، نعمل بلس 3 بلس 3 6 بلس 5 ايكوالز 11.
22 عبارة عن 2 times 11 وال 11 11 times 1 هنشيل 11 مع 11 يبقى الريميندر هيكون 2 to 1 2 to 1. If Akram weight is 2, Hassan weight 5 to white. Akram weight 2, Hassan weight 5 to 8. يبقى هنا ratio between مين ومين؟ Akram و Hassan. اكتب كده Akram to Hassan 5 to 8. هنا 5 وهنا 2 8. And Akram weight is 40 kilogram. تحت أكرم هنا أكتب هنا 40. قال لي هنا زين حسن أنا عايز الوايت بتاع حسن هنحط هنا X. هنحط هنا X. وعلشان هطلع الفاليوز بتاع حسن هنعمل هنا كروس. وأقول له كده حسن أو الوايت حسن equals بعمل فراكشن. والقصد الكروس اتكتب تحت هنا. القصد الX اتكتب تحت هنا. القصد الاكس اللي هو الفايف اتكتب تحت هنا وبعد كده 40 هتبقى تايمز ال 8. 40 ديفايد 8 يديني 8. 8 تايمز 8 يديني 64 كيلوغرام. كيلوغرام تمام. If the ratio between the weight of Hani and weight of Ahmed يبقى انا كده اقول له Hani to أحمد. هنا 5 to 6 هنا 5 to 6 and the weight of أحمد 60 كيلوغرام. يبقى أحمد هنا هحط هنا 60. الناحية التانية هحط هنا إيه؟ X وأعمل إيه؟ كروس. واللي قصد الإكس بالكتاب تحت أنا عايز هنا أحمد. أنا عايز هاني. اللي قصد الإكس بالكتاب تحت اللي هو الإيه؟ في السكند تيرم يلو 6. وبعد كده بعمل 5 times 60 هيديني في الاخر 60 divide 6 equals 10. 5 times 10 equals 50 كيلوغرام. كيلوغرام. Section 2 word problems. A primary school has 540 pupils. If the ratio between the number of boys and the number of girls 4 to 5. اول حاجة اسأل نفسك هو عايز طبعا number of age of boys and girls. يبقى الراتيو هنا between مين ومين؟ boys to girls ratios كام 4 to 5. وخلي بالك هنا جاب لك البرايمري سكول has 540 pupils يعني ده عدد المدرسه كلها 540. يبقى ال 540 ديت اللي هو عدد المدرسه كلها يتحط تحت الصبيان boys ولا يتحط تحت البنات اللي هو الجيرلز؟ تحط فين؟ هنا ولا هنا النمبر ده؟ لا تحط هنا ولا تحط هنا. ليه؟ لانه ده عدد المدرسه كلها والمدرسه كلها فيها بنات وفيها صبيان. فعلشان كده اقول له هنا تو سم. يبقى النمبر ده بتاعهم هما الاثنين تو سم واجمع الاثنين دولت 5 plus 4 equals 9 equals 9. and اكتب تحت ال 9 هنا النمبر ده بقى اللي هو 540. طب اطلع البويز بكام بقى؟ زي ما قلنا قبل كده بنعمل دول ديفايد فوق بعض بس البيجر جريتر اوفر سمولر. 540 ديفايدد 9 تايمز البويز اللي هو 4 وتطلع الريزلت بقى براحتك كده بقى عايز تطلع الكالكيوليتر براحتك. ما يهمنيش دلوقتي الانسر او الريزلت قد ما يهمني الستبس اللي انت تعرف تحلها بيها. برضو نفس الشيء برضو 540 اوفر 9 تايمز الجيرلز اللي هو بكام؟ ب 5 وتطلع الريزلت. هنا بيقول لي a rectangular shaped piece of land. rectangular shaped piece of land ratios between يعني قطعة أرض على شكل rectangle ratios between its length and its width. يبقى نكتب له هنا اللي length to width كام 9 to 7. if the difference يبقى أقول له هنا كده difference قلنا طبعا difference ديت معناها minus. يبقى 9 minus 7 equals 2. Between the length and the width equals 18 meters. 18 meter. يبقى تحت هنا بعد ما عملنا difference minus اعمل هنا ايه 18. Calculate each of the length and width and perimeter of land. وهنا اطلع length
برضو ده ديفايد ده الجريتر اوفر السمولر تايمز اللينث اللي هو ب 9. 18 ديفايد 2 يديني 9، 9 تايمز 9 يديني 81. 81 ايه؟ متر، عشان دي قطعة أرض. بعد كده أطلع الويتس برضو 18 ديفايد 2 تايمز الويتس اللي هو ب 7 هيديني 63 برضو متر. طب أنا اللي أنا عايز البريمتر، أقول كده بريمتر أوف لاند. البريمتر طبعا على شكل ريكتانجل، والبريمتر اللي القانون بتاع البريمتر او الرول بتاع البريمتر بتاع الريكتانجل ايكوالز اي. طبعا لو انت مش حافظه انت مش هتعرف تطلع الريزلت، فانت لازم تحفظه. انا عارف انك بتحفظه وبتنساه، بس هو مهم جدا وهيجي منه كتير جدا في الجزام. لينس بلس ويتس اول باي 2 لازم تحفظها. لينس بلس ويتس اول باي 2. اللينس طبعا طلعناه 81 بلس الويتس اللي هو 63 تايمز 2 وتطلع انت بقى الايه الريزلت. هنا بيقول ذا ريشيو بتوين ذا هايت اوف تو بيلدنجز، تو بيلدنجز الريشيو بتوين تو بيلدنج، يبقى الريشيو بتوين مين ومين؟ تو بيلدنج، يبقى الفيرست بيلد وهنا السكند بيلد. كام هنا الريشيو؟ كام؟ 4 تو 7. شوف قال لي هنا ايه؟ and the difference، وطبعا difference دي معناها minus، فعشان كده اقول له هنا difference. 7 minus 4 equals 3، وتحت 3 هكتب ال values اللي جابها لي هي 9. طبعا وعايز ال height of each of them. اقول له height first build برضو دول divide بعض ال greater over smaller times ال first build اللي هو ال 4 هيديك 12 متر. وبرضو الهايت سكند تيرم برضو 9 اوفر 3 تايمز السكند تيرم اللي هو ب 7 السكند بيلد اسف هيبقى برضو 21 متر وبس كده. المسألة اللي قدامك ديت من أهم المسائل اللي بتيجي في الإكزامز، ودي يعتبر أهم مسألة في الليسن ده كله على بعضه. مسألة مهمة جدا 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 جدا، ومهما بقول عليها لكل الطلاب اللي معايا بقول لهم مهمة جدا، بس لما بجيبها في الامتحان او حتى لما بنيجي نحلها برضو بينسوها. تقول لها يا مستر هي شكلها سهلة، طب تعالى كده نشوف. البريمتر اوف ريكتانجل والبريمتر ايكوال 70 سنتيمتر اند ذا ريشوز بتوين اتس دايمنشنز اللي هو 3 تو 2 كالكوليت اتس اريا. الدايمنشنز دولت اللي هو اللينث والويتس، فالريشوز هنا بتوين اللينث تو الويتس. وخلي بالك هنا بيقول لي اللينث والويتس 2 يبقى 3 تو 2 الريشوز. والبرميتر ده بالظبط كده زي الصم، والبرميتر دي زي الصم بالظبط كده يعني كانها صم. سي بلس 2 يديني 5، وتحت ال 5 اكتب البرميتر اللي هو 70 وطلع هنا الفيرست لينس اللي هو اللينس بتاع الريكتانجل ده ديفايد ده يبقى 70 اوفر 5 تايمز اللينس اللي هو ب 3. 70 ديفايد 5 14 يديني كام؟ 14 تايمز 3 يديني 42. لحد كده غلط، ما تاخدش درجة. ليه؟ ما انا حال كويس اهوت وكله صح زي ما احنا ماشيين من اول الليسون. لان انت ما تعرفش ان الريكتانجل has two lengths and two widths، يعني عنده two lengths two lengths وعنده two widths. فاللي انت طلعته ده هو قال لك انا عايز اللينس الواحد، واللي انت طلعته ده بتاع التو لينس. اللي انت طلعته ده بتاع التو لينس، وهو عايز الاونلي لينس يعني اللينس الواحد. فعلشان كده احنا هنعمل ايه؟ بعد ما بتطلع الريزلت بتاعتك لازم تعمل ديفايد 2، اوعى تنسى اوعى تنسى. وليها حل تاني ان ال 70 ديت اللي هي البريمتر كنت تعملها ديفايد 2 من الاول، يا اما ديت يا اما ديت. يبقى 42 اوفر 2 هيديني كام؟ 21 سنتيمتر. 21 ايه؟ سنتيمتر.
مهمة جدا جدا جدا. يبقى الفكرة كلها بتاعت المسألة ديت هي سهلة، بس لازم بعد ما تطلع الانسر لازم تعمل ديفايد تو، لان النمبر اللي انت بتطلعه ده بتاع التو لينس، وهو عايز اللينس الواحد. برضو هنا الويدث نفس الشيء، برضو اقول 70 اوفر 5 تايمز الويدث اللي احنا طلعناه ب 2، الريشو بتاعته ب 2، هيطلع لك بكام في الاخر؟ هيطلع لك ب 28. لو سبتها كده يبقى انت كده هينقص منك درجه، فبعمل لازم اعمل ديفايد 2 هيديني 14 سنتيمتر. يبقى انا كده طلعت الاونلي لينث اند الاونلي ويدث. مساله زيها برضو اذا ريشو بتوين ذا لينث اند ذا ويدث اوف ريكتانجل 9 تو 5، يبقى انا اقول له كده لينث تو ويدث وريشوز هنا 9 تو 5 اند ذا بريميتر. اول ما يجي يقول لك بريميتر بتخلي بالك، اقول له كده بريميتر. البريميتر كام؟ يعني الصام، البريميتر دي يعني الصام، يديني 14 وتحت ال 14 56. اطلع بقى اللينس الواحد اللينس ده ديفايد ده الكبير ديفايد للصغير تايمز اللينس ال 19 ده ديفايد ده، ده طبعا هيبقى هديني 4، ده 4 تايمز 9 يديني 36. ما تنساش اعمل ديفايد 2 يديني 18 سنتيمتر. برضو الويدث هنا برضو 56 تايمز اوفر 14 تايمز الويدث اللي هو 5، هيبقى ده طبعا 4 تايمز 5 يديني 20. ما تنساش تعمل ديفايد 2 يديك 10 سنتيمتر. بالله عليك ما تنسى، مهمه قوي. طب قال لي هناك انا كده طلعت اللينس وطلعت الويدث، قال لي عايز بعد كده الاريا. الاريا بتاع ريكتانجل ايكوالز لينس تايمز ويدث، يبقى اريا اوف ريكتانجل، وطبعا لازم تحفظ الرولز، ايكوالز لينس تايمز ويدث. اللينس اللي احنا طلعناها اهيت ب 18 تايمز الويدث اللي هي 10، هتبقى 18 تايمز 10 ايكوالز 180 سنتيمتر سكوير. وبكده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا ونهاية الدرس بتاعنا، وأتمنى يا رب تكونوا انتوا استفدتم، وأشوفكم على خير بإذن الله الحلقة الجاية. سلام.